ويرفع. كذلك أرحب بالدكتور خالد سعيد عسيري، استشاري طب المجتمع مدينة الملك عبد العزيز الطبية بمدينة جدة. أهلا وسهلا دكتور خالد. الله يحييك يا أخ ناصر، والفرصة الطيبة الله يكرمك. وأنا سعيد بك جدا. أولا كيف حالكم، كيف جدة وأهلها؟ الحمد لله نحن بخير، وندعو الله أن يديم علينا الأمن والإيمان والسلام والإسلام. ما شاء الله، احنا في هذا البرنامج عبر وقاية يعني كانت لنا صولات وجولات مع الدكاترة والاستشاريين والمختصين من جدة، أضفيتم على البرنامج ألقا وجمالا. دكتور خالد، الوقاية النبوية دائما إذا اجتمع الدين والدنيا، ما أعظم أو ما أعظم الدين والدنيا إذا اجتمع؟ تفضل. الله يجزاك الخير. أولا أرحب بك أخي ناصر وبقناة المجد وبزملائنا وأخواننا معك في الاستوديو وبالمشاهدين في كل مكان. حبيب. حقيقة يعني موضوع كورونا موضوع كبير وبدأ يدخل في جميع جوانب الحياة، لكن كون المداخلة بسيطة ووقتها محدود، فأنا سألخص مداخلتي في ما يتعلق بزيادة المناعة. تفضل. لدى الناس، وحقيقة أعظم ما يزيد المناعة هو الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره والطمأنينة والرضا، وهذه يعني تسمى في الطب النفسي اللي هو الجراتيتيود، وعدم الهلع اللي هو البنك الذي يوهن البدن ويضعف المناعة ويشتت الذهن. سبحان الله. حتى من ذكر الله، ولهذا جاء الهدي النبوي في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حقيقة الدين حسبنا الله ونعم الوكيل والالتجاء بالله وتقوية العلاقة بالله من خلال الصلاة وقراءة القرآن والأذكار، هذه من الأمور التي تزيل القلق وترفع الهمة وتقوي المناعة. حقيقة في جوانب أخرى الطب النبوي يدخل فيها يعني ولها علاقة يعني زيادة المناعة وتقليل القلق، وهو التفاؤل. رائع. ويعني أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ولذلك حقيقة التشاؤم كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، وحتى أن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك المريض الذي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم طهور، فرد يعني المتسخط ومن سخط فله السخط، فقال: بل هي حمى تفور يزار منها القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: هي كما قلت. سبحان الله. ولذلك نحن نقول لبلاد الحرمين طهور إن شاء الله يا رب، لأهلنا في كل مكان طهور إن شاء الله، وستفرج بإذن الله. رمضان قادم ونحن متفائلين خيرا في ذلك الشهر الذي لن تصفد إن شاء الله فيه مردة الشياطين فقط، بل إن شاء الله ستصفد كورونا تفاؤلا بإذن الله يا طبعا. الرضا يعني، وهذا يسمى في الطب النفسي اللي هو الجراتيتيود، الإنسان يذكر منة الله عليه ونعمه، ولذلك كلما يعني ضاقت الأنفس داخل المنازل بسبب الحظر فليتذكروا نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وهذا حقيقة يدفع الإنسان للرضا بما قضى الله عز وجل وقدر. طبعا في جانب مهم يا أخ ناصر ولا بد من ذكره. تفضل. ويعني هذا أيضا من تقوية العلاقة بالله، ألا نربط حقيقة الأحداث والأقدار الكونية بكواكب، لأن هذا حقيقة مما يغضب الله سبحانه وتعالى. صدقت. ولذلك في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد قال: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء يعني مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ سبحان الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذه الباء هي الباء السببية التي لا يمكن أن تنسب إلا لله عز وجل وحده، ولا تنسب للثريا
وغير الثريا. نعم، وهذه لفتة لفتة عقدية جميلة، ومثل ما تفضلت أن يعني الإيمان من أعظم المثبتات، ويعني انتشرت بعض المقاطع كذلك الجميلة، هي إضافة إلى حديثكم الماتع دكتور، في أنه سبحان الله غير المؤمن إلى من يلجأ، من ينادي، من يدعو، إلى أين المفزع؟ الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه نعلم أن ربنا حكيم ورحيم، يعطي للإنسان جنة الرضا، بخلاف الهلع اللي ظهر في بعض الدول في أوروبا كأن نهاية العالم، وحتى الناس لا يتركون الغذاء لبعضهم، بينما في الدول الإسلامية تجد هذا حريص على هذا، هذا يطمئن على هذا، يطمئن على أخيه، اتصالات، ففي قرب، في وشاجة، يعني الإيمان يصنع العجب. نعم هذا كلام صحيح، ولذلك نحن ننتظر حتى من الناس يعني تقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية والتواصل وصلة الرحم، ليس بالزيارة الجسدية لوجود الحضر، ولكن بالاتصال. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يمد له في رزقه وينسى له في أجله، ينسى له في أجله، قد يمد أيضا في العمر قدرا، فليصل رحمه. سبحان الله. ولذلك يعني هذه أيضا من المثبتات في مثل هذا الوقت، حقيقة من الأشياء التي يعني تزيد المناعة، والتي أريد أنه أيضا أذكرها، اللي هو ما يسمى بالطب النفسي mindfulness. mindfulness اللي هو التيقظ العقلي، وحقيقة هذا لمن يصاب بالتوتر والقلق، وأحد التكنيك المستخدمة في الطب النفسي اللي هو العلاج الاسترخاء التنفسي، ويكون من خلال عد التنفس والتركيز على التنفس حتى لا يتشتت التفكير خارج الجسد. لكن عندنا ما هو أعظم في التيقظ العقلي وهو الخشوع في الصلاة، وهذا حقيقة فرصة إلى أن نعود الذي نسميه التركيز، يعني خارج الصلاة، في الصلاة الخشوع، خارج الصلاة هو التركيز، يعني حتى سبحان الله إذا وجدت إنسان في عمله مركزا تجده معطاء. صحيح، وهذا يسمى mindfulness اللي هو التيقظ العقلي، وهو أحد وسائل العلاج لمن يعاني من الفزع أو الخوف أو القلق، فهي أحد الوسائل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا يعني أهمه شيء فزع إلى إيش؟ الصلاة، فزع إلى الصلاة، لأنه فيها المايندفولنس، فيها التيقظ العقلي. هو دكتور أنا أريد أسألك فيما تبقى من معنا من الوقت، الظاهر أنه الوقت أهم، لكن أنا مستمتع بكلام كلام الدكاترة كذلك من قبل في المداخلتين السابقتين. هذا أنت في البداية قلت ما يقوي المناعة، يعني إحنا الآن هذه نوقن بها يقين تام، هي وحي من رب السماء، كذلك ما جاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى على المستوى الجسدي، هل هذا الإيمان وهذا العيش بهذا التفاؤل يعني ينعكس على الشيء الجسدي، يعني شيء يلمس؟ نعم، ينعكس على الجسد ويعطي الجسد قوة، سبحان الله، ويعطي مناعة، وهذا ثابت. لذلك الخوف والقلق هذه تضعف المناعة وتجعل الجسد يتداعى للأمراض وأيضا لمثل هذا الفيروس. نعم، رسالة أخيرة تختم بها دكتور؟ والله حقيقة يعني الموضوع كبير، ولكن أنا يعني أوصي يعني من الهدي النبوي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. جميل. وهذا نجده في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وحقيقة يعني الصباح كما يقولون هو سعادة، حتى العصافير فرحة في الصباح، والصبح إذا تنفس تغرد، ولذلك نريد الناس يغردون بالاستيقاظ في الصباح الباكر واجتماع الأسر بدل يعني السهر، والسهر يضعف المناعة حقيقة. بإذن الله تنقضي هذه الأزمة وتجينا الرياض، أو أجيك جدة ونصحى الصباح مع بعض ونروح على الكورنيش. الله يحييك، الله يحييك يا أخ ناصر. نعم، الله يحييك إن شاء الله إذا فكت الأزمة، وقريبا إن شاء الله تفاؤلا. الله يحييك وعلى الرحب الساعة أنت والفريق جميعا. هذا خبز التنور والعريكة، ها؟ الله يحييكم، والله هذا موجود بإذن الله تعالى ومتوفر بإذن الله. نعم، أنا أريد أن تختم بجملة تراها مناسبة. والله يعني أنا حقيقة أبارك للجميع قدوم شهر رمضان، وكما بلغنا الله عز وجل شعبان، فندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان في أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يتقبل منكم منا ومنكم. وأيضا أوصي الجميع بالأذكار، وعند دخول المنزل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل منزله فصلى ركعتين
كفاه الله شر المدخل، ومن خرج يعني قبل الخروج فصلى ركعتين وقاه الله شر المخرج. يا رب يا رب. إن شاء الله أحد وسائل الوقاية، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم، شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد عسيري، استشاري طب المجتمع مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة. شكرا على ما نثرت بين أيدينا من درر. كذلك كان الشكر موصول للدكتور عبد الله عبد الرحمن الشهري على ما تفضل به، وكذلك ما نثر من درر دكتور بكر حسين الحسيني على ما تفضل به ونثر بين أيدينا من درر. الوقاية خير من العلاج، نهتم في أنفسنا ونهتم في إخواننا، ونحرص جميعا على أن نأخذ بأيدي بعضنا. مسافرون بدنيانا وأنبلنا، مسافر ساعد الباقين في السفر. ومن أبسط حقوق قلبك عليك أن تسامح، أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء بالفعل.